سنابل خير تجمعنا، والله الحافظ يحمينا، والقلب يفيض بنا فرحا وبكل أمان يروينا. مع الأيتام لنا قصص. الحمد لله، اليوم تم افتتاح بير صدقة جارية عن صحا موسى بكر أبو رومي أم محمد، نوع البير للتواصي بإشراف تراحم سنابل الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البير في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم. اللهم يبارك في أولادهم وذرياتهم ومالهم وأهلهم وفي كل خير. وصل الله على نبينا محمد. اللهم اجعل هذه الصدقة سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.